هو مؤيد اللافي؟ مؤيد اللافي طالع من حياة شعبية، ولد منطقة قدح، لعبت كورة وانا صغير في الشارع، بتالي درجت في نادي الأهلي، يعني أنا نسكن قدح نادي الأهلي جنبي، درجت الفئات من الناشئين والبراعم والأشبال، درجت للأكابر ولعبت، وكان عندي طموح من أنا صغير أن أنا نوصل قدام، وقاعد أنتابر باش نوصل إن شاء الله للطموح اللي كنت نحلم به. فريقك المفضل بعد فريقك الأم؟ طبعا نادي الأم الأهلي طرابلس، والفريق المفضل ديما اللي تنتمي ليه توا اللي نلعب فيه نادي أكيد اللي ننتمي ليه هو نادي الوداد. الفريق اللي نشجع فيه هلبا يعني هو برشلونة بعد نادي الأم. أحسن جول سجلته؟ جولي مع الأهلي طرابلس في رمضان، كان لي طعم يعني آخر، كنت صايم وسجلته، وكان تصل مباراة مهمة لنحنا للأهلي ولجمهور الأهلي. لقب ديبالا العرب يسعدك ولا يخليك تحت الضغط؟ احيانا يعني، لكن حاجه فيها ميزه كويسه يعني، من معلق شهير في بين سبور يعني، احيانا تكون تحت ضغط واحيانا تكون حاجه كويسه. افضل محطاتك الكرويه في فريقك الام ولا في تجاربك الاحترافيه؟ الاحترافيه يعني في حاجه تكمل حاجه يعني، الاهلي طرابلس المحطه اللي كنت فيها معاهم يعني كانت حلوه يعني، وكانت فيها القاب وكانت فيها بطولات وفيها يعني حاجات يعني ما ننساهاش مع الأهلي طرابلس. ممكن نشوفوك في أوروبا مرة تانية؟ أكيد إن شاء الله، لي طموح أنني نرجع لأوروبا إن شاء الله، وبإذن الله نتمنى أن نكون في أوروبا مرة تانية. أفضل لاعب محلي وعالمي؟ والله أفضل لاعب محلي بالنسبة لي طارق التايب، وعالمي ميسي. أسباب العودة من البرتغال إلى نادي الأهلي؟ مشيت للبرتغال، مشيت أعتبر عمري صغير 19 سنة، كان عندي طموح اني انا صغير باش نلعب في اوروبا، ما توفقتش في التجربه هذه في البرتغال، قلت خلينا نرجع خطوه للخلف ونبدا من نادي الام الاهلي طرابلس باش نرجع للاحتراف تاني. بعد ما رجعت للنادي الاهلي وقدمت سنوات كويسه، رجعت تاني للاحتراف من الفرق العربيه الكبيره. هل نجاح طارق التايب في الدوري السعودي خلاك تحت ضغط المقارنه؟ تجربتي شباب السعودي أنا كمؤيد نشوفها ناجحة لي أنا، إنها علمتني هلبا حاجات، ونعتبرها بداية الاحتراف يعني، عكس أنت مشيت للبرتغال، والقصة أني أنا يعني قارنوني بطارق التايب صارت الإشكالية هذه. علاقة مؤيد بالألتراس؟ طبعا الأهلي طرابلس هذا بروحها نادي الأهلي، نادي أمي من أنا صغير يعني، مشجع قبل ما نكون لاعب، بتجي لي نادي لازم أنك أنت تدير الوفاء لهذا النادي. الألتراس بتاع الاتحاد العاصمة أو الألتراس بتاع الوداد هذه حاجة يعني الناس تحبك وكذا، ديما أنا عندي شيء من أنا صغير زي الشغل يعني، مثلا نخش لي حاجة لازم ننتمي للحاجة هذه. شن سبب حب الألتراس لمؤيد؟ يعني زي ما قلت لك يا متى نلعب في نادي لازم ننتمي للنادي هذا ونحبه. هل المناخ العائلي فرض عليك أنك تكون لاعب كرة قدم؟ نعم. لو ما كنتش لاعب كرة قدم شن كنت تكون؟ أستاذ رياضة. بكلمة تجربتك مع اتحاد العاصمة؟ يعني كلام يعني شوية فيهم، أنا النادي نحبه ونحب الجمهور اللي توا للحظة هذه هو يساند مؤيد اللافي الحق، وديما واقف معاه في كل محطات اللي مشاه، يعني نشكرهم هلبا، وزي ما قلت لك ما نقدرش نوصفهم بالكلام الحق. لاعب ليبي تتمناه معاك في الوداد؟ والله هلبا هم، لكن نتمنى السلتو. رياض اللافي بكلمة؟ قدوتي خارج الملعب. وعد لجمهور الوداد؟ بلقب كبير إن شاء الله. علاقتك بالسوشيال ميديا، هل تختار سناب شات أو الإنستغرام؟ نفضل الإنستغرام. شن تعني لك الصورة؟ يعني هذه حاجة يعني لأي شخص يعني انتماء لبلاده ووطنه، الصورة هذه يعني من صورة مباراة ليبيا جنوب أفريقيا 2019، كانت مباراة يعني أثرت فينا الصراحة، خشناش لكأس أفريقيا، خذلنا يعني جمهور كبير جاي لصفاقس يعني، كانت مباراة يعني كنا نتمنى نفرحوا الشعب الليبي في المباراة هذه، والجمهور الليبي اللي كله حضر المباراة هذه في الملعب ولا خارج الملعب، نتأسفوا يعني الجمهور الليبي ونتأسف لهم مرة تانية على المباراة هذه. 2009 و2019 شن تغير بين الصورتين؟ طبعا هذه الصورة
مش 2009 2008 والثانية 2019 فرق قريب 11 سنة. طبعا صورة دي فرق بيناتهم نضج العقلية التعلم، يعني صورتين فيهم ألقاب. السنة دي أخذت ألقاب مع الأهلي طرابلس وأنا صغير، والسنة دي أخذت لقب مع فريق اتحاد العاصمة. معسكر المنتخب الوطني. يعني طبعا نوجه لهم تحية، يعني أصحابي. هذه في جنوب أفريقيا 2018، هذه المباراة اللي تعادلنا شيء إحنا وجنوب أفريقيا، كانت مباراة يعني مليحة ودرنا فيها أداء مليح، يعني عجب حتى بالجمهور الليبي. يعني لا الصورة لا 3 سنين. شن تعني لك هذه الصورة؟ الحمد لله يعني وصلنا لشيء يعني اللي كنا نطمحوا ليه، ان احنا درنا عمره، وكانت هذه عمره يعني مميزه لي انا، لان بعد وفاه والدي الله يرحمه درت لي عمره حتى اليوم. شن تعني لك هذه الصوره؟ هذه كانت صوره مباراه الديربي احنا واتحاد السعودي، كانت النتيجه 2-2، احنا ربحنا الشباب، كانت من افضل مبارياتي في الدوري السعودي، جبت فيها اسيست، كانت افضل مبارياتي. شن تعني لك الصورة؟ على عبد القادر يعني من أقرب الأصدقاء لي الله يرحمه، يعني كانت يعني سنة 2015 من أسوأ السنوات لي، خطفاء يعني أكثر صاحب لي، إن شاء الله ربك يرحمه ويغفر له. شن تعني لك الصورة؟ طبعا هذه الصورة من أهم صورة عندي، يعني نعتبر فيها في حياتي، إن هي المباراة هذه من أهم المباريات في تاريخ نادي الأهلي طرابلس. يعني المباراة هذه دخلنا بها لتاريخ جديد للأهلي لدور الربع النهائي لكأس أفريقيا، يعني كانت ضد الزمالك المصري، وكانت اللقطة هذه ريغولي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عدلنا به النتيجة. شن تعني لك هذه الصورة؟ هذه صورتي أنا وأحمد في 2017 بعد مباراة سيشل، ربحنا 4-1، كانت ربحنا 5-1، سجلت فيها أنا جول، وأحمد حتى هو سجل فيها، وهذه بدايتي يعني كيف تعرفت على أحمد بن علي، يعني داخل المنتخب لاعب محترف الحق، لاعب يدير في الفارق في المنتخب الليبي، وإن شاء الله ربك يوفق إن شاء الله. شن تعني لك هذه الصورة؟ الله يرحمه ويوسع عليه، أبوي كان يعني قدوة للعائلة كلها، يعني بنصايحه بكل شيء، يعني فقدت شخص مهم في حياتي، يعني بالذات داخل الملعب وخارج الملعب، نترحم عليه وإن شاء الله ربك يرحمه ويغفر له. تشكيلة مؤيد اللافي، من تحب يكون معاك في هذه التشكيلة؟ يعني لازم فريق 11 نفر، تختار يعني الأكثرين اللي متفرج عليهم وتعرفهم. يعني نبدأ بحراسة المرمى، عندي محمد نشنوش، أنا عندي على اليمين ربيع اللافي، عندي على اليسار مهدي المصري، عندي مدافعية علي سلامة وسند الورفلي، عندي في الوسط مدير زكريا اللافي، ومدير معاه جنبه حمد ومويد، طبعا مدير روحي معاهم، ومدير على اليمين رياض اللافي، ومدير على اليسار علي رحومة، ومدير المهاجم، يعني في هلبة مهاجمين، مدير أحمد المصلح. هذا الفريق المفضل، الفريق هذا نديروا به هلبة ألقاب، كنا نلعب نخشوا به حتى كأس العالم. مويد اللافي، هل ممكن نشوفوك تلعب في ليبيا مرة تانية؟ عادي يعني لو في دوري في ليبيا يعني عادي نرجع يعني نلعب في نادي الأهلي، يعني نادي الأم، لكن زي ما تشوفوا يعني الظروف الصعبة في البلاد، ما فيش دوري وعمر اللاعب قصير، وأنا يعني زي توا عندي عقد ساري مع فريق نادي الوداد، يعني زي ما قلت لك يعني لو في يعني دوري وفي يعني دوري مستمر ما عنديش حتى مشكلة إني نلعب ونرجع لنادي الأهلي. السلام عليكم مويد اللافي، نبي نعرف أكبر مبلغ مالي تقضيته في مسيرتك الكروية.
ديما الوجوه زي لاعب محترف. أنت حتى كنت نلعب في ليبيا نلعب في الأهلي طرابلس، نادي الأهلي طرابلس كبير ولا يعني نعتبر فيه لاعب محترف، يعني الوجوه ديما متساوية ويعرفها يعني الشارع الليبي كله. ما هو شعورك عندما علمت أنك أول لاعب غير محلي في الدوري المغربي يسجل في البطولات الإفريقية؟ شوف يعني حاجة مليحة هذه أنك أنت تخش يعني تسجل في تاريخ نادي زي نادي الوداد البيضاوي، أنك أنت أول لاعب عربي تسجل هدفين في كأس أفريقيا، يعني هذه الحاجة هذه تعطيني حافز إني باش ندير حاجة منيحة لقدام للكارير متاعينا ومع فريق الوداد. شن هي الفوارق في الدوريات زي الدوري الجزائري أو الدوري المغربي؟ الفرق يعني في ما فيش فرق كبير يعني بين الدوري الجزائري والدوري المغربي، يعني يتغلب الدوري المغربي بالملاعب يعني تكون أفضل من ملاعب الدوري الجزائري، والفرق يعني قريب على بعض ما فيش فرق. عندي السيريا هدا من مويد اللافي لبرنامج تحت الساعة.